مدينو يعني مفلس أبيكم مفلس أكو دين داره وقت إدعاء أنه معسر والمعسر يعني أز ني صنك معسر أزيزك فقير مش كمتنا أو قسم ماله أو قسم ماله بين غرمائه ياجي مال خو من هاري كليا النوا دين داره تشينا إدعاء أنه معسر إدعاء أنه قسم ماله بين غرمائه تمام وزعم انه لا يملك غيره وادعى كيف جو جبيان باتش تنه راسه يعني مش قادر انه لا يملك غيره او ماله بلا كده تشكي متنه تمام تمام اجلمه يعني تشتكوا بلا كده يبي تشكي نما راسه وانكروا يعني وانكر الغرماء بان له مال فلان ها فان لازمه الدين إنكارك شكرًا إنكارك ماذا تشن إنكارك إيه إذا فإن لزم الدين أو شو فإن لزم الدين في معاملة مال إجا أمل البيت دور مال بنيرن كوفايا إدعاءات كذا تشكي متنا وفرايد من هي ودين جهاب الراسة وتشوابة إجا فإن لزم الدين أجر دينك يهاب لازم يبو في معاملة مال معاملة كنا مالك إذا دينك بيشبيه كشيرائين او قردين تشكي كريه فروتيه ياجي دين براد بلا دين كريه او دبي ادعاء خدا فعليه البينه جرى شاهدك بينا وديني مالوي تن الراسه سيد شعبان كما لو ادعى هلاك المالي شو ادعى هلاك مالي خبك ادعى هلاك مالي خبك او شو بك او بينك بين راسته بينك يا بين راسته شو اكو هلاك مال لك بينك بين دبرد اجكو بيجم مال اكو بلا كليه او كليه او دين هم راسته ليس قال شهادك بين والا واذا ادعى المدين وانكروا فان لزمه الدين في معامله مالي لزمه لزمه الدين كشرائين تمام ويا او قرضين قرض الدين دين كيكرية ويا دين كيداية نعم أبيا دين ليه أسرم لازمة الدين نوية دين ليه دين داية لينا فإن لازمة الدين بقى لازمة الدين في معاملة مالي كشرائي مال كيكرية بزا مال كيكرية بقى دين لازم طمع. أو قرض ويا تشياء دين كيكرية أو دين مال دين لازم فعليه البينة قال لك دعوة كيف أبقى تمام شوا كما لو ادعى هلاك المالي شوا كو ادعى هلاك مالي خب كي جل شاهد بينا دبيا داش جش شاهد بينا وإلا أجر كنا مالي وي نمالكي شراء قرض با أي وإن لزم الدين في غير معاملة نال معاملة با أو شغي أو أبج ادعاء كاتب مال تنا الراسته فيصدق بيمينه في الأصاع أما صون بخوا شاهد نه اینش یه تنیه شما یعنی دوی تمام دوی مالی بتونه اما تنه بونا مال بشی تمام دوی مالی بشه ایلا که فقط نکو مثلا دینی خود بلا کریه فلان کریه ولا دتشی دسه مقاومی اولای که دسه مچه بو غرامت که چه بو نمال مدوی داری دا چه بو چیوزا فیوسف دکو بیمینی فلان صح نه نه دینی وی هیه دینی وی نش دين معاملات دي ودا تمام وإن الذين هو أي الدين في غير معاملة نال معاملة يا الجناب فيصدق بيمينه في الأصل تمام أو أبصوم بقى يتلي شما لأن الأصل العدم ذهبون وتنبون إلى أصل تلبون مالي والثاني قارشي أصحي لا يصدق إلا ببينة قلت يا أبي الصون جيبو خاش الصون داي ناي بابر كين قال شهادة راكي لأن ظاهرا من حال الحري جم إنسان حال حر حال والظاهر أبك أنه يملك شيئا قالت اشتكي بهما مالك بهما يعني إنسان كيكو حر بس ظاهر حالي إلا حرية دخالك بمالية مين بمالك بهما مالين والثالث إجا الصح ثاني وثالث إن لزمه الدين يقول لك الثالث القرش يا صح إيه
إن لزمه الدين باختياره أجر باختياري أوي دين لشيبو به كالصداق والضمان وكالصداق بيركي وكالقبية ضامن تشتكي لم يصدق إلا ببينة جرى إلا الشهر لم يصدق إلا ببينة إجا وإن لزمه لا باختياره دينك يتيستي بي أما نبع اختياري أوي كأرش الجناية وغرامة المتلف بله وقد جنايتك عبد بيت شيء جنايتك كريا كري بيت شيء جنايتك يا جنايتك كتيستي بكيفاي وغرامة المتلف كرينا كرينا نبو كري بيشوك بعدي نما مزن بنا يعني كري بيا كري بيا كفستي بله أول جنايتك كريا عبد جنار بيت كريا مالا وغرامة المتلف يا متلف تشتكي شيء تلف السردستي بي وأبي أبي قاضي ثلاثة تشكي بدي ثلاثة غرامة تيكشر أري أو شغي صدق بيمينه أو أما صون بخوا يتليه والفرق فرق شيء أن الظاهرة أنه لا يشغل ذمته باختياره بما لا يقدر عليه ظاهر أو كو أبي ذمته خو يعني تشتكي بكستي خو باختياري خو ناك بما لا يقدر عليه تشتكي كو أجر يعني شكي غير اختياري هو شبيا شكي كو قد قوته يعني انه لا يشتغل ذمته باختياري بكيف كيف اخو ذمته اخو مشغول بما لا يقدر عليه قوتي وسرتنا ذمته اخو بيهوي مشغول ناك يا مدام قضية بدا مشغول كربا او صوت كو مشغول كربا او بدا او صوت بخو صوت بخو اي خابون دبالي الخالي السياء او صوت بخو مالي و وتقبل بينة الإعصار في الحال مالا إنسانك كو فقير با أما دليلك بينة أو دليل لو قبول با شهادك شهادك راك لسر إعصار أخو كو أز فقير أو هم قبول با أوكي وشهادة يوان شهادة بالشر وتقبل بينة الإعصار في الحال أنا شهادية قبول دبا الشرطي في قوله بشرطي قد قولي المصنف ده وشرط شاهده يعني او شاهدك بان حائزه خوية بان شرطة بان بان شرطة وان داهبة او شاهدي بشاهدي يبا قد استقيرة قبول دبا شاهدي شاهدية قبول دبا اما او شاهدي شرطي وهو اسناني او شرط بي دش شرط الشاهد دش شرط وقيل ثلاثه وهو الشرط كي جاء اثنان شرط جرد دوب يعني انقش قلت السنه شرط الشاهد السنه كاتشيه بيجا خبره باطنه جرى ب ايتشي في مي دينداري بزامن يعني براق وشاهديه بدن جرج حالي بزامن خبردار بن نوا مالاوي ايشيوي پريوي تشتيوي تبزان بن هي شاده يه بدن شاده يه قبول دمه اي المعسري بطول الجوار وكسة المجالسة والمخالطة زمان كي ديري جيلانتي بابرا كلنا ياجي بابرا رابونا رونشتنا تبيه ايش بشو كارا كلنا ويناست كن شاده يه بدن شاده يه جرا قبول ده شاده يه فإن الأموال تخفى مال خفينا يعني يا دبكو بريق بشارت به داني بجيكي كربه عرده كربه خزينه كس نبينه جرا هاي مالا شيء اجا بين عرب بي معامله بي معامله بي مجالسه بي ارقداشت بي جيرانتي مالكيه يكتنه نبي او شهاده قبول نام فإن عرف القاضي أن الشاهد بهذه الصفته قاضي فهم كيف والله يشارك الشاهدين ده جبيارة فان وصفات ده هنا فذاك أو دبا وإلا أجر فذاك أو يبش تمام أجر كو شاهد من نقي فان وصفات فلو اعتماد قولي دبكو حاكم ديس اعتماد بس القولي كأنه بهذا الصفة يا اعتماد بدأ فإن عرف القاضي أن الشاهد بهذه الصفة بحال ويزانا فذاك شكو بشر نسلك وإلا ويا ويش حاكم ناظنك
فله اعتماد قوله أنه بهذه الصفة. يعني ديسا حسن نيته قلال مش بك نزانك برا شاهد كي وصايا جي أما دبي إن شاء الله يكي وصايا مالين. يعني قاضي يقول ظاهري بشك أو إنسانك يا بيجك دلما من أبا حال من أبا قاضي كرا باعتبار مالين. قاله في النهاية النهاية دوسا قلت وليقل من الشهاد أوابجا هو محسن أبيا إنسانك فقيرة شيوتنا ولا يمحض النفي يعني نشرت كقوله لا يملك شيئا يعني وين نفيه خالص كيو تتشكي وتنها او سيجبنا ولا يمحض النفي نفي خالصناك نش نناك ايجبناك يعني وا بل يقيد كاشاد ابي فقير اما بتشكي وتنها امرا برا يعني يسا ايجام ناكادم يعني نشر توصافي جان بل يقيده او يقيدك بشكل قولي لا يملك الا قوت يومه وسياب بدنه او قيد بك لا يملك الا قوت يومه وسياب بدنه يعني الا ان بيج خورنا ويا روجانا او جل السر بدنه يبيبا تشكي بتنا اشعاد يا بيجا بس وإذا ثبت إعصاره عند القاضي لم يجوز حبسه ولا ملازمته أجل تثبت بك في إنسان فقير البقاضي أو شاغيش قادرة ندرسته كل روي حبس بك وياجي ببيتج من ناقتي ويبخوا بقريدة ويبخوا مرة لازم يبقى بجين ناقتي حتى ندين بجين ناقتي جين ناسين جين ناقتي مثال ناقتك شو بوشة يا يبكوش إنه شافن بل يمهل حتى يوسير بل كي مهلت جرى ولدان حتى كباري حال يخش للآية ما آية ما بلد الباصب ما قوتش ما قو فنزيلة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنزيلة إلى ميسرة أقال كفقير بقى أولي بس لكن حتى كباري حال يخش بقى. نعم للخريم تعليفه جبونا دين دار راهي قارو يبدأ صندين ويجب بطلبه ويجب بطلبه وواجب بطلبوي شو طلبوي سنة ويجب بتعليف على الصوم واجب بطلبي بطلبة غريبة ها يعني خريم مش ليه دعوة الصوم دي بك الصوم ليه واجب بك قال الصوم بخوا قيل ومع سكوته أيضا كو هما السكوت بك فيكون من آداب القضاء يعني اما صون نخوة نعم للغريم التحليف ويجب بطلبه قيل ومع سكوته ايضا يعني ويجب مع السكوت ايضا اما كنت دنيا هناك جرى بفين نبيجة فقيرا تشكي متنا فلان نبيجة اديسا لواجبك يعني اديسا كده يدسون فيكون من آداب القضاء أبيا جسولة محكمة جسولة من آداب القاضي قاضي أما قضائي آمن ولم من آداب القاضية قضائي أم قاضية قاضيا مثلا قك أم القاضي جبنا أم القاضي جبنا إيش ما آداب القاضية زلمة قاضي ما ويدا صندي إنزين ما مثلا بعصا قاضي ده ولا يعني عذاب قاضي كلامه إنزين مثلا بعصا قضاء الشهادة دالية كتاب إيش؟ مرا كلام كذب نقلك جامعية باب القاضية قضية النسخة واجب بنيرم ولا آدم القاضي يا راسه
اه نسخه ما عندش آداب القاضي يعني وقاتين تمام دبا آداب القاضي باش اي ولاش او الى ولا والغريم العاجز عن بينة الاعصاري والغريب العاجز عن بينة الاعصاري يعني دين داره امبيجن ج حكاري هاتيه بدرا او دين داره ولفرن ونكر الشاهد كي جراك اكو والغريب العاجز عن بينة الاعصاري تمام أبيك غريبة وعاجز نكر الشاهد كي راكر سر فقير تياخو يوكل القاضي به من يبحث عن حاله يوكل القاضي به من يبحث عن حاله تمام أو حاكم وكيلك الراكة هرى حاله بيها أرشتمش بك ولا الشهادية جرى بده فإذا غلب على ظنه يعني على ظن الوكيلي إعصاره وفي إنسان فقيرة شهد به نوصى أو الشهادية جرى بده بفجة والله من هاوي أرشت المشكل به إنسان فقيرة لئلا يتخلد في الحبس جو أبديا الحبس دا نمينة وفي الروضة كأصلها تصير الكلام بلفظ أو السر الكلام قوابجة ينبغي أن يوكل قوابجة والغريب العاجز عن بينتي يوكل قوابجة ينبغي أن يوكل آه يعني قادرة لايقك وكيل كي رب الراكة بقره قال في الكفاية وهذا أبداه الإمام تفقها لنفسه يعني بكفاية قلت يا إمام حرمين أبي مسألة هيدر كريا أبيا تفقها لنفسه يانا ألي ملكي أذن أذنان وهذا أبداه الإمام أب إمام الشريعة ب ويتشتي بيدر دكا وكيلك تشيركا تفقوا هني نفسي يجبونك أو بخو خبردار ببن يانا دميكي وفي الروضتي كاسيا تصدير الكلام بلاز ينبغي أن يوكيله في كدوان ناوي ويوكيل وينبغي أن يوكيله قال في الكفاية دي الرويدة وابو ديجات كفاية دي بواب وهذا أبداه الإمام إمام إيروي دي كلمة إباكرية تفقها لنفسه أمن جبو تفقها يعني طلبا قبول فقيتش نفس حرك فقيتش نفس حرك شو يعني؟ يعني فقي خبر كان في كفاية أو كه وقال في الكفاية يعني إمام إمام نووي قوتيه قلتيك وهذا أبي قولي هاني أبداه الإمام ينبغي أن يوكلك قلتيه أبي أبداه الإمام إمام ظاهر كريا فقها لنفسه يعني يعني قبول فقية نفس حكري يعني أساني فقيه ما أسألي فقيه ما مالي أم دوام تكتبه تزاني أولا بس أتسمى دوام طامعي شتايا يا زنان أريد أوليش